الجميع كريستو سانست. يعني ككلمة ختامية كده قصيرة عشان يبقى في وقت أطول للأسئلة. إحنا في فترة الخمسين دايماً بنحتفل بقيامة المسيح زي ما إحنا واخدين بالنا. قيامة المسيح بالنسبة لنا في ثلاث كلمات مهمة. ثلاث كلمات دول برضو ممكن ينطبقوا على حياتنا الأسرية. الكلمة الأولى هي الفرح، الثانية النصرة، الثالثة الرجاء. المسيح قيامته بالنسبة لنا هي ثلاث حاجات دول، فرح، ولذلك احنا طول فترة الخمسين نصلي فرائح 50 يوم. رقم 50 يرمز للأبدية، أقول لكم ليه. 7 تمثل الزمان اللي هي الأسابيع، 7 أسابيع تبقى كمال الزمان، 7 × 7 كام؟ 49. اليوم 50 يبقى بعد كمال الزمان دخلنا في إيه؟ ما بعد الزمن، ما وراء الزمن، دخلنا في الأبدية. عشان كده ربنا لما كان بيرتب السنة بتاعتنا كان مقصودة، كل حاجة مقصودة يعني. باي ذا واي يعني أقول لكم معلومة مهمة، إحنا ليه الصيام الكبير كان 55 يوم؟ لأن هو أصلاً كان 40 يوم، بعدين لما أضيفت إليهم البسخ بقوا 47 يوم، 47 يوم دول يمثلوا 7 أسابيع. فكان هيبقى عيد القيامة في الأحد السابع، ورقم 7 يرمز للموت مش للقيامة، اللي هو آخر الزمن، آخر يوم اللي هو يوم السبت بتاع الراحة، عشان كان المسيح اندفن يوم السبت، أو يعني كان نايم في القبر يوم السبت. فالأبانا القديسين من أيام بعمل حساب الأباقط أضافوا أسبوع ويدولوا اسم أسبوع الاستعداد، لكن كان هدفهم أن يبقى عيد القيامة في الأحد الثامن، لأن برضو رقم 8 يرمز للقيامة والبداية الجديدة اللي هو بعد 7. وبعدين الرقم بقى 50 ده. فإحنا طول 50 الكنيسة بتعامل الأيام على أنها يوم أحد طويل مش بيخلص، ملوش غروب، وعشان كده لما يعدي علينا الأربع الجمعة ما نحسش بيه، كل أيام زي بعضيها في الخمسين، هو يوم أحد طويل يرمز للأبدية. وبالرغم أن هو يوم أحد طويل، لكن الجماعة بتوع الطقس الألحان يعرف أن احنا في التسبيحة برضو بنقول زكسورجية الجمعة وزكسورجية صوتوكية الجمعة وصوتوكية السبت، ماشية الأيام يعني. وكأن الكنيسة بتقول لنا درس من نقطتين، ان احنا عايشين في السماء لكن لا نتجاهل ان احنا لسه في الارض، عشان كده في ايام لكن الايام على بعضها مدموجة في يوم واحد. الدمج دوت يرمز للابدية والايام ترمز للزمان، عشان كده في صلاة باكر في عشية، لكن كلهم يتصلوا بنفس الطقس الفرايحي كأنه نهار كامل، مش ما فيش ليل. 50 ما فيهاش ليل، ما فيهاش حزن، ما فيش ظلام. فالمعنى جميل جدا، واحنا في الأبدية ما نتجاهلش ان احنا لسه في الزمن، واحنا في الزمن ما ننساش ان احنا بتوع الأبدية. من التأملات الجميلة اللي تنطبق مع المعنى ده ان الله لما خلق الكائنات الحية غير الإنسان خلقهم بأربع رجول في الأرض وراس بصة للأرض. لما خلق الإنسان خلقوا رجلين على الأرض وإيدين في الهواء وراس في السماء، مفهومة دي؟ الرجلين على الأرض معناها لا أتجاهل إن أنا أرضي، محتاج أكل وأشرب ومحتاج أنام ومحتاج يعني أمور في الأرض، أنا مش هنتجاهل دي ونبقى عاملين نفسنا ملائكة، لا إحنا أرضيين، بس لا ده في المسيرة فقط، أما الدماغ فين؟ في السماء. يبقى فيما أنا طموحي في السماء حياتي ناجحة على الأرض، لا إحنا هنطير زي العصافير وننسى إن إحنا تبع الأرض، ولا إحنا هنخلي دماغنا في الطين
زي الذوات الأربع وملناش علاقة بالسماء. والإيدين اللي في الهوا دي معناها الأعمال بتاعتنا تبقى أعمال راقية. التاني اللي هو في الطين بإيديه ورجليه اللي هي الأربع معناها دي كائنات مرتبطة بالأرض. نحن لا يربطنا بالأرض غير القدمين، فإحنا ماشيين مش هنتجاهل دي، وفي نفس الوقت القدمين دول بيرمزوا إن إحنا بندوس الأرض. لكن إيديا تعمل أعمال متسامية عن حياة الأرض، وعقلي يرتبط بحياة السماء اللي هي البولس اللي كان النهاردة: إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. يبقى كده حياتنا مليانة بالفرح. وإذا كان الكنيسة صلت حزين لمدة 5 أيام اللي هم أسبوع بس، فهم 5 بس مش 7، لكن قعدت 50 يوم تصلي فرح. يعني عايزة تقول في حياتكم خلي نسبة الزعل لنسبة الفرح 1:10. ممكن؟ يعني واحد لو زعل على طول يروح يقلبها 50، تقعدش بس كتير. لو الأعجب من هذا، حتى أسبوع البسخة قولوا لي أنتم كئيب ولا مبهج؟ حاجة عجيبة يعني. حتى اللحن الحزيني بتاعنا لحن جميل، إحنا مش بنتضايق منه. أصل الشيء الحزيني مقزز للنفس، الناس ما تستريحلوش، أنا ما بحبش نقعد حزيني على طول. فلو كان هو حزيني حزيني بنفس التسمية كان زماننا دلوقتي بنقول إحنا مش عايزين البسخة تيجي، وخليها تيجي كل مثلا 10 سنين مرة، مش لازم كل سنة حزن كده. وبعدين كان الواحد يدخل البسخة يقول ربنا ميعادها الأيام دي. هل بيحصل؟ العكس، أسبوع بيجري جري ونبقى سعداء جدا فيه، فرحانين وطقوسه مبهجة. وأكتر يوم فيه بهجة الجمعة العظيمة وخميس العهد. إيه ده؟ إيه الكنيسة الجميلة دي؟ هي بتعلمنا نكون فرحانين. والكتاب يقول أمسرور أحد فالإيه؟ طب قولوا لي إحنا إمتى في الكنيسة بنبقى موجودين ومش بنقول ألحان؟ مفيش حاجة تتقالش من غير نغمة. حتى القراءة في الكتاب المقدس تتقري من نغمة، الإنجيل بنقرأ بنغمة، والبولس والكاثوليكون والإبراكسيس كان ليهم نغمات اللي هي بتتقال حاليا في القبط. القراية الدمج دي الترجمة، يعني بعد ما نقول اللحن بنترجم بالعربي أو بالإنجليزي إن اللي إحنا كنا بنقوله إيه. لكن أصلا كل ما في الكنيسة ملحن يعبر عن حياة الفرح. فالكنيسة تدعونا للفرح. معلمنا بولس قال افرحوا إمتى؟ كل حين. خلي بالكم انتوا عارفين اخوفكم شوية، لما ربنا يقول لا تقتل يبقى اللي يقتل عمل خطية، مش كده؟ لما يقول افرحوا يبقى اللي مفرحش عمل خطية، هتبقى كسرت كلمة ربنا. يقول لك افرح، طب امتى يا رب؟ كل حين. طب انا لو مفرحتش كل حين يبقى انا كسرت وصية من وصايا ربنا الإيجابية. بدل ما يقول لي لا تزعل لا تحزن قال إيه؟ افرح فنفرح. نمرة 2، النصرة. لا شك أن يوم الجمعة العظيمة لما السيد المسيح اتصلب ومات، أبائنا الرسل وهم لسه مش عارفين إيه اللي هيحصل، عندهمش الإيمان الكامل اللي يوعيهم إيه اللي هيحصل، حسوا بالهزيمة. والناس الأشرار اللي تآمروا على السيد المسيح ظنوا أنهم انتصروا عليه. لكن يوم الأحد، فجر الأحد، الموازين اتعدلت وبان الحقيقة أن المسيح كان منتصرا، حتى على الصليب كان منتصرا على الموت وعلى الخطيئة والشيطان. وعشان كده احنا بنقول في ألحان القيامة بالموت داس الموت، وبنقول كمان الآية: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ المسيح أعطانا نصرته في القيامة. عشان كده إذا كنت أنا مفروض أكون فرحان طول 50 وطول العمر، يجب أيضا أن أكون منتصرا رافع رأسي في 50 وطول العمر.
عشان خاطر المسيح، نرفع رؤوسنا فرحانين بالمسيح. ننتصر بقى على ايه؟ اكتر حاجة تبين انسان منتصر هو ينتصر على ذاته. ما اسهل ان انا اغلب الاخرين؟ سهلة. ممكن واحد يغلب الناس بالكلام، يقول لك غلباوي. غلباوي يعني بيغلب في الكلام، فتلاقي انت مش عارف ترد عليه. هو عنده منطق وعنده حجة وعنده كلام وبيجيب كلام تقول مش عارف اجيب الكلام ده من فين. واحيانا يكون الموقف غلط وهو بيدافع عنه دفاعا يخليك تعش ترد، فيغلب بالكلام. في انسان تاني بيغلب بالعضلات، وفي انسان تاني يغلب بسلطته، يعني السلطة الأبوية في البيت أو السلطة كنسية أو السلطة في المدير بتاعك. أو أنا عشان معايا ميكروفون، أنت معكش ميكروفون، فأقدر أغلب إن أنا بتكلم حاشا، يعني معايا إمكانية أكتر منك. فكل الحاجات دي سهلة، لكن الغلبة الحقيقية هي الغلبة على إيه؟ على الذات. عشان كده سليمان حكيم قال إيه؟ مالك نفسه خير ممن يحكم مدينة. فالواحد ينتصر على ذاته، ينتصر على ضعفاته وعلى كبرياءه وعلى نزواته وشهواته، فده يبقى إنسان فعلا منتصر مع المسيح. ثالث كلمة والأخيرة هي الرجاء، هوب. الرجاء ده معناها لا نيأس، لا نفشل، لأن ممكن يحصل الواحد في حياته في إخفاقات، يعني حدش عندنا زي الصاروخ طالع على طول. يحصل أحيانا في الحياة الروحية أو في الحياة الدراسية أو في المجتمعية أو في الشغل الواحد يحصل له دروب. الإنسان اللي عنده روح الرجاء، الدروب دوت بيبقى محفز أنه ينطلق انطلاقة جديدة. والإنسان الذي يفتقر لروح الرجاء أول وقعة بتدمر، ما عارفش يقوم بعد كده. تيجي تقول له انسى اللي فات، ويبتدي يقول لك لا ما حاولت اوكي ما ينفعش، فيعيش في احباط. القيامه تعطينا روح الرجاء. انا هتخيل مشاعر العذراء مريم يوم الجمعه العظيم، تقدروا تحسوها؟ يعني واحده انسانه رقيقه راقيه، وابنها مفيش أرق منه وألطف وأحن منه، وشايفاه بيتدق في إيده مسمار وبيتعلق على خشب وبيغرسه في جبينه شوك وبيهنوه وهو فوق الممجد وبيتظلم وهو صامت. يعني كل العوامل اللي تخلي القلب يتكسر. يقول لك إيه؟ أما أنت فيجوز في نفسك إيه؟ سيف. والإجابية تعبر كده، العالم يفرح لقبول الخلاص، أما أنا فحشائي تلتهب. طيب أنت ست عذراء عايز إيه دلوقتي؟ تقول عايز يموت، عايز يموت ليه؟ عشان تكفي الألم. طب أنت مش زعلان إنه يموت؟ لا، ما عارف إنه هيقوم. أنا اللي مزعلني ألامه اللي بتكسر قلبي. عندما أسلم المسيح الروح العذراء تنهدت الصعداء. فاهمين التعبير ده؟ اشكرك يا رب، خلصت القصة. راحت رجعة قاعدة في البيت بقى. النساء حاملات الطيب يخرجوا للقبر، لكن هي قاعدة. طب انت مش تروحي معاهم؟ انت اولى تروحي للقبر. تقول القبر ايه؟ ده ابني وانا عارفاه. امال انت كنت زعلانة يوم الجمعة ليه؟ تقول لي يوم الجمعة بتقطع قدامي، بتمزع. لكن عندما مات المسيح فرحت العذراء، خلاص انتهت ألامه. طب والموت بالنسبة لك؟ لا، ما أنا عارفة أنه هو مش هيكتر، يعني أنا فاهمة سره، لأن أنا اللي حبلت بيه وعارفة سر الحبل وسر الولادة وعارفة سر ألوهيته منذ أن تكلم معي الملاك جبرائيل وشفت بعناية في طفولته ونموه، وإيه الألوهة اللي فيه اللي محدش في الدنيا يعرفها غير العذراء مريم، ولا تكلمت عنها
عشان كده راحت للبيت وقعدت عند يوحنا الحبيب مستنية بقى ايه الميعاد اللي يقوم فيه عشان يفرح العالم كله. لكن هي بالنسبة لها كانت مليئة بالرجاء. هو ده بقى الرجاء اللي حصل أبانا الرسل، ان ما كانش عندهم رجاء، بل بالعكس الكلمة اللي قالها تلميذي عمواس للمسيح كنا نرجو. كلمة كنا يعني ايه؟ كان زمان كنا نرجو ان هذا هو المزمع ان يفدي اسرائيل، لكن يظهر ان احنا كنا واخدين مقلب فانقطع الرجاء ودبل ومات. لو كان عندهم رجاء ما كانوش خافوا، ما كانوش استخبوا في العليه، ما كانوش بطرس ما كانش انكر المسيح، ما كانوش تفرقوا وهربوا كل واحد الى خاصته وتركوا واحد. لو عندهم رجاء كانوا يبقى فاهمين ايه اللي هيحصل فيقفوا ثابتين زي ما بعد كده وقفوا ثابتين قدام الحكام ونالوا اكاليل الشهاده كلهم، لانهم بقى عندهم رجاء وعارفين ايه القصه بالظبط. بالكم لكن لما بيفقد الرجاء الدنيا بتتدمر. عارفين زي ايه؟ لما بيكون في مريض عنده مرض خطير جدا وبعدين بدا يتعالج واكتر من علاج مش نافع، اكتر من علاج مش نافع وعمليات واكتر من عمليه مش نافعه، لما نيجي نقول له في دكتور وفي علاج وفي عمليه يقول بقى كفايه اموت وبلاش البهدله يا عم، ده في علاج جديد وبيخفف. انا يا ما سمعت الكلام ده لو سمحت بقى، انا مش عايز، انا عايز اموت. تفقد الرجاء مش كده؟ لكن لما يكون الانسان عنده امل ورجاء وفاهم ان ممكن يحصل حاجه فوق العاده، هذا الرجاء يعطيه دافع للحياه. فاحنا قيامه المسيح احيت الرجاء في قلوب التلاميذ وديتنا معلومة أن بعد الصليب قيامة وبعد الظلام نور وبعد الجمعة حد. فأول ما يعني الواحد كده تغشاه سحابة من الضيق لازم يدرك أنها مؤقتة. بابا شنودة كان لما ندخل في أي ضيقة يقول عمركم شفتوا ضيقة تقعد للأبد؟ عشان كده طلع كلمة مسيرها تنتهي. قال يا مدى اتعرست بول، ما احنا شفنا حاجات كتير وبتخلص، هو تطلع وبتنزل، ليه ننزعك؟ فيش حاجة بتقعد للأبد. عشان كده يبقى عندنا دايما أمل في ربنا ان ضيقاتنا تنتهي ومشاكلنا تتحل وحيرتنا مؤقتة. يعني واحد احيانا بقى متحير في قرار، ثق ان هذه الحيرة مؤقتة والأمور هتنجلي، هيبقى في وضوح وفي رؤية واضحة. فلنا رجاء في المسيح، يبقى نفرح وننتصر وإيه، لا نفقد رجاءنا بالمسيح إلهنا له المجد الدائم إلى الأبد. عايزين سيدنا بقى يجي هنا، لنا رجاء إن سيدنا يجي هنا عشان نفرح.